أهلا بكم من جديد. حقيقنا فريق محترم، حتى جمهوره محترم في احتفالاته. بالثلاثة حطم أولسان كل الآمال الخضراء. الأهلي اختفى تحت هيبة النمر الآسيوي. لطفي الزعبي يكتب بطريقته. واثقا رافعا رأسه عاليا، هكذا بدأ تيسير الجاسم يصافح نجوم أولسان في جانج يونغ سيتي، ملعب نهائي كأس الأندية الآسيوية. تريد الملعب أم الكرة؟ صورة كتابة. قرعة البداية من الأسترالي ويليامز سقط أرضا. تعد القرعة. تيسير يطلب الملعب المعاكس، تبادل أماكن مع كواكتي هو. على بركة الله نبدأ. يروليم عبر الحواجز وعمال الصيانة يسترق النظر ويراقب الملعب، يتطاول برقبته بعينان صغيرتان يراقب كيم هو جون مدرب أولسان. يتظاهر واثقا، يستمع للمساعد يستند على المقعد. أنهى الفاتحة معتز الموسى وأكمل بالدعاء يا الله. وسط صيحات الكوريين يركل لي الكرة نحو رافينهو. بداية الشوط الأول، الوقت يمضي. ركنية لأولسان، عبدالله المعيوف مقاتل شرس، ليس بأقل دفاعا كيم شين ووك، كلهم يطيرون. تايكواندو أم كونغ فو يا كواكتي هو، أم هي ألعاب أخرى؟ بألعاب الهواء هم يتفوقون. الأمل بالله ثم بهذا البرازيلي فيكتور سيموس، عليه أن يصنع الفارق. كيم يوهو ينفذ ركنية الدقيقة 13 من رأسه للأرض تقهر كواكتي هواي. اندفاع من الخلف، ليوهو على قدم البصاص يتحصل على حرة مشكوك بصحتها. نفذ الحرة كيم يونو للجزاء للمرمى من رأس كواكتي هواي. تقدم الكوريون بهدف، الرقابة كانت غائبة. الرجولة وحدها لا تكفي سيموس. رأيت بأم عيني فيكتور سيموس بالملعب، لكني لم أشاهده لاعبا متواجدا حاضرا مؤثرا. في الشوط الأول كان غائبا. منتصف الشوط، من منتصف الملعب قذيفة كورية استيفان فيليس. لم يتوقف عن التهديد هذا المزعج استيفان، يسرى قاتلة مزعجة. هل يكفي الأصفر يا ويليامز؟ غير معقول، حرة للأهلي. يسرى فيكتور تكاد تريح البال، ولكن كوانغ بالموعد. كادت تكون هي الفرصة في الجزاء. انفراد تخلص ونفذ، عادها لسيموس. الدفاع محاولة فاشلة. هل تتحسن الأحوال من خارج الجزاء؟ قذيفة معتز يتنهد عليها وملايين العرب والسعوديين، ويبقى يروليم ضامئا عاطشا للتعديل. الأول انتهى بهدف ظل وحيدا للكوريين، وجمهور الأهلي يقول لهم We came for you. سنفوز. عماد الحسني وتيسير الجاسم عند ركلة الشوط الثاني. من حافة الجزاء تصويبة باردة للحسني بأحضان الحارس. لا تغيير، دخل مفرملا أسقطه أرضا معتز الموسى لستيفن، فشرح له وأكد عليه الأسترالي ويليامز العب بعقلك لا برجلك. اعتذر وغادر، فاعترض ستيفن لعدم منح معتز صفراء. كانت الفرصة الكبيرة بعدها الحارس الكوري، لم تنفع معها خلفية عقيل بالغيث. أي متابعة ضاعت على الأهلي. الدقيقة 67 استلم وأرسلها طويلة للمرمى من رأس المتابع رافينيا سانتوس، هدفا ثان لأولسان. ذبحناهم جمهور أولسان الكوري، ذبحتونا جمهور الأهلي. 10 دقائق على الثانية ارتد الكوريون العرضية، تبعها مرة أخرى في الركن البعيد، أرسلها قذيفة لا ترد سونغ يونغ كيم. تعرف الأهداف قاطعا الأمال، واصلا فرحة أولسان، واضعا إياهم في منصة التتويج. صمتا دهش جمهور الأخضر، ارتدوا من جديد بجانب القائم. خف علينا يا سانتوس. حاول الأهلي عنده الحظ والحارس، لم ييأسوا بالجزاء، وضعها في العارضة شينووك. الرابع من رأسه للمرمى ألغاه الحكم بداعي تسلل كيم شينووك، فيما كرة كينهو أبعدها الحارس الأهلوي.
وتابع تصويبة فيكتور ليدخل هو المرمى ويترك الكرة خارج الشباك. عماد الحسيني أخيرا فازهم بالثلاثة، شكروا الله بطريقتهم وسجدوا بطريقتهم واحتفلوا بطريقتهم. لا عزاء للراقي فريق الأهلاويين، بقي فيكتور متعطشا لإنجاز عالمي، يراقب الكوريين سعداء بإنجازهم فرحين فعلا. العالمية صعبة قوية. غانغام ستايل تستحقون الفوز أصحاب العيون الصغيرة والأمل الكبيرة. كواكتي هواي كأس غالية رفعها وسط مشهد سرق الألباب. أولسان أنا أشهد أنتم أبطال آسيا، افرحوا كثيرا. لطف الزعبي العربي. إذن أولسان وبالثلاثة يفوز، وهو الفريق الذي حطم كل الأرقام في هذه البطولة. يستحق لا شك الأهلي حظاً أوفر، الأهلي السعودي في مرات مقبلة. ترك الملف الفني في المباراة، خلينا نقول ماذا شاهدت أنت أول شيء فنياً؟ أول شيء طبعاً أولسان لعب مباراة كما يلعب في كل مباراة، يعني ما في مفاجآت حقيقية. الكرات الثابتة سجل هو قبل هذه المباراة ثلاث أهداف من أصل عشرة، نفس اللعبة بالضبط. سونغ كيم يلعبها وكواغ براسة، كان شين هو اللي يلعبها براسة، ولكن هذا التبادل يعني دائما موجود. تكلمنا عن الموضوع كثير. أنا أعتقد الهدف بالذات الأول المفروض لو أنه المدرب تكلم مع عبدالله المعيوف وقال له أي كرة عرضية في يعني قريب من خط الستة المفروض أنك تطلع لها، لأنه المباراة لا تحتمل أنك تنتظر المدافعين. يعني كنا نتكلم أمس أن عندك يعني رؤوس حربة وبعدين اللاعبين كانوا واقفين على خط 18، كان عنده مساحة، كان عنده يعني حوالي 5-6 متر يقدر يركض فيها ويأخذ الاندفاع ويقدر يشارك في الكرة. أنا صحيح. استغربت أنه ما طلع، خصوصا أنه إحنا تكلمنا الكرة كابتن بالضبط. أنا يعني إحنا تكلمنا عن الفريق الكوري، أنا حتى كتبت في مقالي أنه كواغ هو أخطر لاعب في الكرات العرضية بنفس الأسلوب يسددونها كل مرة. المفروض أنه في هذه المرة أنه عبدالله معيوف يأخذ المبادرة. تكلمنا البارع عن موضوع المبادرة من المدافعين، أنت ما تنتظر، الفريق موهوب، فإذا أنت أعطيتهم فرصة ممكن تجي أهداف كثيرة. فتمنيت من عبدالله أنه على الأقل يساعد فريقه في هذه الكرة ويطلع ويمنعها. الشيء الآخر أنه الفريق من بداية المباراة الفريق الأهلاوي كان مرتبك بشكل كبير، اعتمد على الباصات بين المدافعين، وهو المشكلة اللي صارت على الهلال، لأنه فريق أولسان يضغط عليك في ملعبك. كنت صحيح. أتمنى أنه دائما الكور التحضير ما يكون طويل وتلعب لسيموس وعماد الحسني على الأطراف خلف الظهير. أنا أعتقد أن هذه كانت ممكن تكون جيدة، ولكن كانت كرات مقطوعة بالذات بداية المباراة إلى تقريبا دقيقة 35. كان الأهلي ضايع نهاية الشوط الأول. أنا أعتقد الأهلي رجع بشكل جيد، كان عنده أكثر من فرصة. معتز الموسى، فيكتور سيموس كان ممكن يسجل، هي فرصة واحدة هي من وجهين. بس على أي حال أنه الفريق استلم الكرة أكثر نهاية الشوط الأول. أولسان هدأ نهاية الشوط الأول. كنت أتمنى أنه فريق الأهلي يعني يبني على يعني الزخم حق نهاية الشوط في بداية الشوط الثاني. تمنيت أنه الجهزاوي ينزل بداية الشوط الثاني بدال بخشوين، بكل تأكيد بيكون تغيير سريع. المفروض أنه كان يعطي للفريق الأهلاوي على الأقل فرصة أنه من هو ما يكون هو يكون صاحب المبادرة، لكن المدرب تأخر. بعد الهدف الثاني نزل الجهزاوي، تقريبا المباراة انتهت. ياروليم كابتن، تدخلاته بطيئة؟ يعني أول شيء أنه التشكيل في بداية المباراة ما أعتقد أنه كان عنده مشكلة. التشكيل جدا معقول. مقبول يعني بالظروف الموجودة، كان لازم يلعب بالثلاثي أو الرباعي الوسط. يعني التدخلات فيما التدخلات أنا أعتقد أنه تأخر كثير. يعني دقيقة 71 ينزل الجزاوي بعد ما تسجل الهدف الثاني. أنا أعتقد المباراة شبه انتهت. هو المفروض أنه يعني خمس دقائق من بداية الشوط الثاني المفروض أن الجزاوي يكون موجود، لأنه أصلا حتى اللاعب بعد ما ينزل حملة مسؤولية يروليم. حملة مسؤولية وطبعا حمل اللاعبين، ولكن أنا أعتقد أنه مدرب كان أقدر أنه انتهى الشوط الأول. يعني كان محظوظ أن الشوط الأول 1-0 ممتاز، عنده فرصة، كان ممكن الجزاوي يغير المباراة، ولكن تغييراته جت الثلاثة ما لها قيمة. أنا ما أعتقد أنها غيرت شيء. دكتور بودي أقول لك من أفضل لاعب في الأهلي في المباراة، بس أعتقد المفروض أسأل أقول من أسوأ لاعب في الأهلي اليوم. شوف أنا أعتقد أنه فيكتور سيموس كان هو الأسوأ في الفريقين. يعني كان هو الأسوأ ليش؟ لعدة أسباب. فيكتور سيموس اليوم كان محاصر بثلاثة لاعبين.
من فريق أولسان، وتكلمنا أمس أنه بيغطى، فكان هو بدل ما يلعب اللمسة الواحدة يستغل أنه في تكتل ضده يعطي عماد الحسني. عماد الحسني كان ممكن يكون نجم مباراة اليوم لو أنه فيكتور سيموس لعب اللمسة الواحدة، ولكن فيكتور سيموس كان أناني اليوم، كان حاول أنه يخلق مجد لنفسه وكأنه يسوق نفسه على يعني على المستوى الآسيوي، ما تعاون مع عماد الحسني لدرجة أنه في كرة أنه عماد كان منطلق وتصادموا مع بعض بسبة أنه فيكتور سيموس كان يحتفظ بالكرة زيادة على الهجوم. ومع الثلاثة لاعبين كان ممكن عماد زي ما توقعت أمس أنه يكون من نجوم مباراة لو أنه فيكتور سيموس كان ذكي في اللمسة الواحدة، لأنه كل من دفعين معه كان ممكن كابتن يحصل لأكثر من فرصة. كابتن أوسن فاز بأسلوب المجموعة ولا بتفوق فردي؟ لا لا لا، أولسان هذا أسلوب لعبة، لعب جميع المباريات بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، مجموعة كاملة تغيير اللعب، حتى أنت تتوقع على طول من تجي هجمة مرتدة يغيرون على الجهة اليسرى، اللعب صار حقهم محفوظ واضح. جدا واضح طريقة، دليل الفريق عنده شخصية، عنده لاعبين، ورغم أنه واضح يا دكتور ما حد وقفها، لأنه أحيانا الفريق يكون أفضل منك بكثير، أنت مو معناته أنك عرفت مفاتيح اللعب أنك أنت قادر أنك توقفه. صحيح. هم أفضل، عندهم مفاتيح لعب ما تقدر توقفها، كان ممكن تقلل من يعني الأهداف ولكن ما كان ممكن توقف. من الأهلي تقول له شكرا لعبت كويس؟ في أكثر من لاعب، ولكن أنا بالنسبة لي فلامينو أعتقد أنه كان نجم المباراة. أيه. لعب بقتالية، لعب لآخر المباراة، حتى هاجم في آخر المباراة. أيه. أنا أعتقد أنه كان عنده روح غير عادية، بس بقية اللاعبين أتحفظ على شكرهم. طيب برجع لك يا كابتن، أيضا مستمرين في هذه التغطية الخاصة، لكن ماذا قالت جماهير الأهلي للعاشقة في جدة بعد المباراة أيضا محمد دماس؟ صراحة الأهلي ما قدم المستوى المطلوب، يعني ضيع، يعني ما هو قادر يضبط في الوسط، ماني شايف أي شيء، يعني ماسكين الفريق الكوري الوسط كله قاعد يلعب بأريحية، ما أحس إنه في أي طموح من اللعيبة الأهلاوية. أتوقع إنه يعني من العوامل الأساسية إنه برا أرضه، وتوقع فريق هزم الهلال في السعودية مو صعب يهزم فريق من نفس الدولة في أرضه. سيئة جدا بالنسبة للأهلي، لا مستوى وللأسف ما في نتيجة، كور مقطوعة، الشباب يلعبوا كانوا أول مرة يلعبوا للأسف. روماني ماني بأهلاوي لكن اليوم أنا أهلاوي، والله مرة زعلان، يعني ما هو الأهلي اللي احنا هذا قونه، شو قول حتى قونه ما هو وما عرف يجيبوه، يعني ما في الحماس اللي تعودناه في الفريق الأهلاوي، ما حكاية أرض ولا شيء، بس ما شايف رسم للخطة اللي المدرب حطها للأهلي. والله كنت متفائل الأهلي يفوز والله الصراحة، بس في اليوم ما شفنا شيء، والله اليوم ما شفنا حاجة. زعلان أنتو؟ والله كثير، ولا حق الخارجة من مدرسة ولا شيء، نيجي هنا ناكل ثلاثة. حبنا وفر هذه الكرة تعكي ثلاثة وتفوز ثلاثة مرات، جمهور وجمهور، لاعب أم ناطحة، الكوريون يحتفلون بطريقتهم الخاصة. أبرز المشاهدات التي سجلها عبدالله الدرويش على النهائي القاري. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady.
حتى تعيش في راحة نفسية لابد أن تحترم المتفوقين. الكوريين متفوقين اليوم، لهم كل الاحترام والتباريك والتهاني. أبرز ما لفت نظرك أنت في الم... في ال... في, ال... في النهائي غير الأمور الفنية؟ والله أنا يعني نهائي يليق بالقارة. يليق بالقارة أنا أعتقد، وحتى البطل يليق بالقارة. نتصور أنه حتى في بطولة العالم ممكن يسوي يعني شغل جيد. أولسان فريق منظم، فريق يستحق الاحترام. في المقابل حتى الأهلي أنا أعتقد أن فريق يستحق الاحترام. يعني يمكن في هذه المباراة ما قدم شيء كثير، ولكن يجب أن نتذكر أن هذه كرة قدم. يعني الناس تعتقد أنها حياة أو موت، أنا ما أعتقد أنها حياة أو موت. فريقنا هزم، نحن مبتسمون، ما عندنا أي مشكلة. فريق الأهلي يعود، ممكن هو طبعا عنده فرصة أنه سيلعب في هذه البطولة. يتعلم من هذه الخبرة، وأنا أعتقد الأهلي هو الفريق اللي ممكن يكتسح البطولات السعودية خلال الأعوام القادمة. في الملعب، خارج الملعب، على دكة البدلاء، على التلفزيونات، شكت شيء لفت نظرك اليوم؟ شيء شدك، سكن في ذاكرتك عنها النهائي؟ والله شوف، أكثر حاجة الجمهور الكوري. الحقيقة أنا عجبني الجمهور الكوري، شجع بشكل راقي. يعني حتى الهجمات اللي كانت على فكرة ما عندهم رابطة يا كابتن، ما عندهم رابطة ولا عندهم إدارة يعني ولا عندهم يعني هي الفارق الكبير إنه الناس تجي تستمتع في كرة القدم. إحنا لا، إحنا نحط قلوبنا وحياتنا في الملعب، وأنا ما أعتقد أنها مصيرية. إحنا كل قراراتنا دائما مصيرية وحياة وموت، مع إنه مع إنه المشكلة إنه يعني هذه كرة قدم. أنا أعتقد إنه تعلم الأهلي من هذه المباراة درس. إحنا كلنا يعني سواء الهلال، الاتحاد، الأهلي، ثلاث فرق يعني شاركت في هذه البطولة، تعلمنا منها الكثير. أتمنى أن السنة القادمة يكون حظ الفرق السعودية أفضل من السنة هذه. الفترة الشتوية قريبة، فترة الانتقالات، هناك أخبار عن مفاوضات مع لاعبين من أوسان لأندية السعودية، أبرزهم القائد رقم 5، تأيد وجوده؟ شوف، هي بيكون مدافع لنادي في الرياض. هو انا قريت انه فريق الهلال يفاوض كواد، وانا يعني لست مؤيد لهذا اللاعب. لاعب جدا ممتاز، لاعب قائد، لاعب جيد بالرجل بالراس، ممتاز، ولكن دفاعيا ضعيف. الهلال يحتاج لمدافع شرس. انا ما اعتقد انه هذا المدافع اللي يحتاجه الهلال. هو يعني كل اللي سواه كابتن اليوم مو بمقنع. لا، انا قلت لك لاعب راس حرب مهدد اليوم 5 مرات، لاعب مهاري وهو مدافع. لا، ولاعب جيد وقائد. أيه. وممكن يسجل اهداف حتى بالرجل، ترى ممتاز. يعني هو سجل 3 أهداف في هذه البطوله، وحتى في الدوري مسجل 3 أهداف. يعني لاعب من طراز نادر، قائد، ولكن الهلال يحتاج لمدافع صلب، مدافع قوي، مدافع ما يعطي فرصة للمهاجمين. ولكن أنا النصر يبحث عن رافينا أيضا. رافينا جيد، أنا أعتقد أن رافينا عنده ميزة تكلمنا عنها أمس. أي. إنه اللاعب اللي يسدد من كل مكان، ما يصلح الكورة بشكل مباشر. أنا أيد هذا الانتقال. بس كابتن، أنت بشكل عام تتفق بأنه أولسان هو الذي أسلوبه العام هو الذي يظهر لاعبينه، وليس لاعبينه هم من يظهروه؟ هذا صحيح. يعني أنا بالنسبة لي أفضل لاعب في أولسان ليس كواغ وليس رافينا وليس حتى ليهو. أنا بالنسبة لي أفضل لاعب هو كيم سونغ، اللي هو لاعب رقم 13 اللي سجل الهدف الثالث. نعم. لعب في هذه البطولة، أنا شفته في الـ4 مباريات الماضية وهذه، صلح 4 أهداف باليوم 5 وسجل اليوم هدف. هو اللاعب بالنسبة لي أفضل لاعب في فريق أولسان، ولكنه غير ظاهر. إذا في مفاوضات أنا أتمنى أن هذا اللاعب له بصمة في تاريخ الكرة السعودية. طبعا هذا اللاعب اللي هو اللي لها الحقيقة بصمة كبيرة سجل فينا، راح نتكلم عنها بعد الوقفة كابتن. إيه؟ بصمة اللي ما ينسونها السعوديين أبدا لهذا اللاعب، يمكن الجمهور ما يتذكرها. وقفة قصيرة، نعود معكم لنتابع في المرمى وفي أوسان يضم جائزتين إلى كأس القارة، والسركال يتسلم كأس الهداف. نبرة وحزم وقيادة، ويليامز أحد نجوم النهائي.